سيد إيهاب، يعني تعليقك على هذا الحادث ومكانه بالتحديد وتوقيته. نعم، بدون مشاكل التوقيت والمكان، يعني هنالك اعتبارات. عندما نتحدث هنا عن معلقة جميل وهي احدى مستوطنات القدس الغربية بطبعة الحال، فبات واضحا وبديهيا ان يعني غالبا من قام بتنفيذ هذه العملية غالبا سوف يكون من اطار القدس او قراها او ما جوارها، فبالتالي بات واضحا ان المكان لديه اعتبارات. التطبيقات التي يمر بها سكان القدس الشرقية في هذه المرحلة من تطبيقات بتصل هذه الحكومة، يعني تطبيقات تصل لأبشع صورها بنظري في الفترة الأخيرة بدون أدنى شك، وهذا ما كانت تعلمه الأجهزة الأمنية بطبيعة الحال، أنه من شأنه أن يأتي برد فعل من المقاومة كهذا أو كآخر بطبيعة الحال. السؤال الذي تبحث عنه إسرائيل والأجهزة الأمنية بطبيعة الحال في هذه المرحلة هي ليس فقط دلالات من أين خرج، وإنما ما هي إلى أي فصيل ينتمي. بطبيعة الحال ما يحرج إسرائيل أمنيا هو ما تسميه بالعمليات الفردية أو الذئاب المنفردة. هذه العمليات هي تحرج استراتيجيات إسرائيل الأمنية بطبيعة الحال على المدى البعيد، لأنها لا تستطيع التعامل معها وفق هذا البروفيل. يعني استخباراتيا لديها بروفيل لمنفذي هذه العمليات، العمليات الفردية، وفق هذا البروفيل يمكن أن يقبع ما يقارب 200,000 فلسطيني لمثل هذه المواصفات، فبالتالي استخباراتيا للعمليات الفردية لا يوجد لديها أي تأهل. فشلها الأمني بطبيعة الحال هو إذا كان الحديث عن انتماء لفصيل معين في هذه الحالة لديها فشل أمني، أي بجهتين الآن أمام الرأي العام الإسرائيلي هي بحاجة لأن تضع الإجابات كيف حدثت هذه العملية ومرت يعني بدون أن بدون أي أو هو بشكل أدق آلية الردع. يعني إسرائيل في مثل هذه المرحلة في طبيعة الحال لديها أزمة بكل ما يسمى استراتيجية الردع وآلية الردع في طبيعة الحال. أهم هذه الجبهات هي الجبهة الفلسطينية، فبالتالي هي تحاول أن يعني تضمد جراح هذه الآلية أو استراتيجية الردع تحديدا أمام الفلسطينيين، لكن مرة بعد مرة وهذا ما تدركه الأجهزة الأمنية أن التطبيقات التي تقوم بها هذه الحكومة هي أساس هذه الحكومة الأكثر تشددا والأكثر تطرفا. الاقتحامات، يعني التحفظات من الشباك ضد اقتحامات بين كبير المسجد الأقصى كانت واضحة على الطاولة أكثر من مرة. بطبيعة الحال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعرف هذه المعادلة، تعرف أنها تتعامل مع أشخاص لديهم دوافع قومية في نهاية المطاف، وبطبيعة الحال هذه التطبيقات وهذا الخناق سوف يؤدي إلى رد فعل من المقاومة. السؤال أو السيناريو الأصعب بالنسبة إليها في نهاية المطاف أن تكون هذه العمليات فردية ولا يعني المباركة من حماس أو من أي فصيل آخر أو من أي حركة أخرى لا يعني تلبي طموح الأجهزة الأمنية، لأنها الآن هي بحاجة بأن تقوم برد فعل، ورد الفعل هذا محصور بهوية منفذ العملية إذا كان ينتمي إلى فصيل أو لا ينتمي إلى فصيل. وبطبيعة الحال الآن على الطاولة أصلا هنالك سلسلة من الإجراءات لردود الفعل التي تنوي هذه الحكومة طرحها، وتحديدا في ظل إضعاف الجهاز القضائي. الجهاز القضائي الإسرائيلي أكثر من مرة حاول تبييت ما يسمى على سبيل المثال العقوبات الجماعية. الآن في ظل هذه المعادلة وفي ظل إضعاف الجهاز القضائي أظن أن سيناريو العقوبات الجماعية يجب أن نكون متأهبين له. سوف تضع هذه الحكومة على الطاولة، والحديث هنا عن هدم منازل ليس فقط منزل منفذ العملية، تهجير، استيلاء على ممتلكات، هذا السيناريو كله بات أكثر وضوحا أو أكثر واقعية بشكل أدق بالنسبة لهذه الحكومة في ظل جهاز قضائي ضعيف الذي كان يمنع مثل هذه الإجراءات التعسفية في حق عائلات منفذي العملية. نعم سيد إيهاب، يثور التساؤل حول سيناريوهات الرد أو سيناريوهات العقاب كما تفضلت، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة وماذا أيضا بشأن مستقبل حكومة نتنياهو التي يعني كثر فيها الخروقات الأمنية في عهدها؟ بالضبط، هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى أنها
المعادلة هي الأسوأ أمنيا على الأقل يعني في الخمسة أعوام الأخيرة، وبالتالي هي بحاجة لأن تعيد، ليس فقط يعني هنالك منظورين، المنظور الأمني والمنظور السياسي الائتلافي. سياسي أمنيا هنالك الكثير من الارتعاض، وأظن أن حتى يعني يمكن القول الكثير من الصراعات ما بين الأجهزة الأمنية وما بين أرباب هذه الحكومة يمكن أن نراه بسروقات أمنية هنا وهناك. يعني بطبيعة الحال هذا بات واضحا، ولكن ردود الفعل هي ما سوف تحاول أن تحدد آلية ردود الفعل الإسلامية. هناك اعتبارات، الاعتبار السياسي الأول الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو رد اعتبار الائتلاف هذا، وهذا الائتلاف هو شعبوي، وبطبيعة الحال هو يبحث عن ردود فعل سريعة وثمار سريعة التي ممكن أن تتجلى بمصادقة على مستوطنات واستيطان هنا وهناك بكمية أكثر وأكثر، أو بطبيعة الحال الإجراءات الكلاسيكية، هدم منزل منفذ العملية، وكما كنت ذكرت ما يخص العقوبة العقاب الجماعي لعائلة منفذ العملية بنظري سوف تضعها على الطاولة. لكن في المسار الآخر الأمني إسرائيل سوف تحاول أن تبحث عن أمنيا عن تفصيل ليتبنى هذه العملية، لأنه بالنسبة إليها سيناريو الاغتيالات هو الأكثر واقعية لفرض هيبة الردع أو الهدوء النسبي على المدى القصير. هي تعلم جيدا أنه لن تحظى بهدوء على المدى البعيد عفوا، هي تبحث عن حلول سريعة آنية. الاغتيالات وطالما كانت تلبي مثل هذه الأمور بالنسبة لإسرائيل، فبطبيعة الحال حتى هذا المشهد يعني بالنسبة إليها أن تغتال ثلاث أو أربع شخصيات بارزة في تفصيل هذا أو كآخر، حتى تصويته عالميا أسهل إليها من مشهد اقتحام لمخيم جنين أو أي مخيم آخر حين شمس عطا وغيرهم من المخيمات التي ممكن أن يعني أن تحاول أن تلبي مثل هذه الأمور. وبطبيعة الحال إذا هنا الحديث كان تحديدا عن منفذ العملية اللي يعني إذا كان من مواطني القدس الشرقية، آليات ردود الفعل في داخل القدس الشرقية هي محدودة، يعني هي لا يعني محصورة حتى بجهات أمنية معينة، هي لا تستطيع أن تقوم باقتحام بين هلالين لهذه القرى لأنها تقبع تحت سيادتها بطبيعة الحال. نشهد الاقتحام لديه ردود فعل مغاير نوعا ما ممكن القول. فبنهاية المطاف هي تحاول أن تمتنع قدر الإمكان عن احتدامات هذه أو كأخرى مع بين هلالين مواطنين أو لدي يعني من لديهم من يحملون الهوية الزرقاء. فلهذا الأمر يمكن أن هنا أن نرى ردود مختلفة في طبيعة الحال، ويعيدنا إلى الوضع الأول، منفذ العملية بدون فصيل سياسي يحرج إسرائيل أمنيا، لذلك هي تحاول أن تبحث عن أي انتماء أو أي فصيل يتبنى هذه العملية لكي تحاول أن تعيد من هيبتها أمام الشارع الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. شكرا جزيلا لك سيد إيهاب جبارين المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي.